السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مصطفى عطية. والنهاردة في هذا الفيديو هنتحدث حول عمل أصحاب السمنة والوزن الزائد في البنوك والمصارف، نظرا لأن كتير بيستفسر بخصوص هذا الأمر، فيلا بينا. طبعا تعتبر العمل في البنوك واحد من ضمن أحلام العديد جدا من الشباب. واحدة من ضمن أهم هذه النقاط هي فكرة ووجود أنك يجب أن يكون لديك هذا القدر وهذه القدرة من الأداء الجيد في سوق العمل. ولذلك واحدة من ضمن الاستفسارات ان في ناس بتبعت لي انا وزن زايد، هل هيتم قبولي في البنوك؟ هل هكون لدي فرصة؟ انا شاطر، انا مجتهد، انا بعرف اعدي كل الاختبارات والاختلافات والانترفيو، ولكني ليس لدي هذا القدر من الاهتمام بوزني، او وزني عالي لظروف صحية او ظروف وراثية، اعمل ايه؟ الحال اجابة على هذا السؤال يجب انها تكون لديك قدر من الاهتمام بعدة نقاط. اول حاجة، هل وزنك من الاوزان الزيادة جدا المؤثرة على العمل؟ الحين البنوك ليس لديها نوع من انواع الموانع في قبول اشخاص من ذوي السن، ليست قاعده موجوده لانها طبعا ممنوعه لانها فيها نوع من انواع التحيز، ولكن في قدر من الاهتمام بانك يجب انك تعرف ان في بعض المعايير غير المعلنه للعاملين وغير المعلنه في سياسه الموارد البشريه، انه يجب ان يكون الشخص خاصه اللي بيشتغل وبيواجه جمهور في الفروع والمصارف، انه يجب انه يكون واجهه، يجب انه يهتم بنفسه بشخصيته بلبسه. فواحده من ضمن الحاجات اللي يقول لك انه وزنه زايد عن اللزوم جدا او عالي جدا، فده طبيعي لن يكون لديه القدرة على تمثيل البنك امام العملاء. والحقيقة بطريقة ما وباخرى ممكن ده يكون ليه بعض الوجاهة الاجتماعية، لانه في بعض الاماكن في بعض الوظائف بيشترطوا حسن وتناسق المظهر، نظرا لانهم بيتعاملوا مع الجمهور. اكيد طبعا مش كل الناس هتقدر تشتغل كمضيف طيران لانها بتبقى ليها معايير طول وزن وشكل معين، وكذلك العديد من الاماكن خاصة المالية اللي بيركزوا جدا جدا على الوزن. لكن وعلى سبيل المثال، وانا شفت اكثر من مكان لديهم عاملين من ذوي الاوزان العاليه، لكن النصيحه هنا، ودي النصيحه اللي انا حابه انصحك بيها، انك يجب انك تستغل هذا الموضوع وتلبس كويس جدا، وتعرف تلبس ازاي وانت رايح في مقابله العمل. لو انا وزني زاد ونقع على سبيل المثال فوق المية، وعندي بعض الترهلات في بطني وبعض الترهلات في الارداف، ازاي اقدر البس بذكاء وانا رايح مقابله العمل؟ طبعا اول حاجه البدله تكون سودة، يجب ان احنا نراعي الموضوع ده، ما ينفعش نلبس بدلة فاتحة فتبين اكتر، البدلة تكون سودة، ونحاول ان يكون البنطلون بتاعنا مظبوط علينا، ما يكونش واسع قوي او ضيق قوي، يكون مظبوط علينا علشان يقدر ان هو يساهم ان انا اقدر اتكلم مع الشخص ويبان وزني ليس باكبر شيء. كمان القميص اللي انا يجب ان انا البسه يجب ان هو يكون ابيض، يكون فاتح، ولا يوجد فيه اي نوع من انواع الاشكال الهندسية المتقطعة، لانها بتزود الوزن وبتخلي العرض او الطول كبير، فيجب انك تحافظ على السادة علشان يتم ولا يوجد فيه تركيز على هذه المنطقة. كمان لما تيجي تقعد في مقابلة العمل، حاول تفرد ظهرك عشان تفرد المنطقة دي، حاول ان يكون الجاكيت فيه نوع من انواع القفلان شوية، او ما تقعد تروح عامل ده، ما اقولش اقفل الزرار لان ده ممنوع وانت قاعد، ولكن حاول انك تلم كده البتاع بحيث انك تمنع ان لو في كرش يظهر امام الناس. الشاهد هنا انك حاول وانت قاعد ان يكون لديك ثقة بنفسك، ودي نقطة مهمة. ثانيا انك تلبس كويس، انك تلبس بطريقة جيدة، لا تداري هذا الشكل تداري، ولا يتم وجود نوع من انواع القدرة على ان الناس تشوفه بشكل او بمظهر اصحاب السمنة. لن ننسى ايضا ان يكون لديك ثقة بنفسك زي ما احنا قلناها، وتعبر قدامك وتحضر على بعض الاشخاص. ممكن يقولك مثلا ايه اصعب موقف مر في حياتك، حاول انك تربطه بالوزن بتاعك لانه اكيد هو شايفه، فتقول له ان مثلا وزن ازاي ده لم يمنعني من اداء عمل كذا، من اداء هواية كذا، من اداء كذا، من اداء كذا. انت هنا بتعمل له ايه؟ انت هنا بتقول له امثلة علشان توضح له لو انا شغلتك، لانه بيفكر ايه؟ الشخص ده ممتاز جدا، انا قدامه هو، والنقع على سبيل المثال جورج ده كويس قوي، شاطر قوي وكل حاجه، بس خايف ان هو الوزن ده يعيقه عن الشغل، اعمل ايه. فلما يجي يسالك السؤال ده وانت خلاص الحمد لله ده كده شغله، لان هم الفكره عندهم ايه؟ لا ده وزنه زائد فهيفضل طول النهار، هو دي الفكره عندهم، هيفضل طول النهار قاعد او عاوز اكل، هي دي فكرتهم السلبيه، وده مش صحيح عن اصحاب الاوزان الزايده. فحاول انك تعبر لهم عن ده، توضح لهم لا انا بشتغل، لا انا ليس لدي عذر، انا مش ليل نهار عمال اكل، وضح لهم ده بامثله، ابدا فكر لهم وابدا وضح لهم الموضوع ده، هيساعدهم كتير جدا جدا على تحقيق هذا الامر. في النهايه تجد هنا بان البنوك لا ترفض اصحاب الوزن الزايد، وشفت كتير جدا وكمان في فروع بيشتغلوا وزنهم زايد، ولكن الفكره
لو وزنك عالي قوي 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 لن يتم قبولك في الغالب في الفروع، هيتم قبولك في ادارات وده شفناه. اما في الفروع فحتى لو وزنك زائد شويتين حاول انك تلبس كويس وراعي الاوزان بتاعتك وراعي البدل، ما تكونش البدل فيها اشكال، لا تكون سودة تمام وتكون متظبطه، وكمان تراعي الطاي الجرافات، كل الحاجات دي راعيها كويس قوي في لبسك وثقتك بنفسك وانت بتتكلم علشان تبرهن ليهم قد ايه الموضوع ده لم يؤثر عليك في شكلك او هيئتك، بحيث انك تقنعهم باذن الله تعالى. وان شاء الله ربنا يكرمك وتجد فرصه عمل سواء هنا او هنا، ربنا يكرمك بالافضل باذن الله تعالى. ومره تانية لا تفقد ثقتك بنفسك ولا تعيش المظلوميه ان انا سابوني، لا اتكل على الله، ولو مش هنا تروح في مكان اخر، ولكن حاول انك تخس لصحتك علشان نفسك. وانا عارف ان في كتير بسبب ظروف وراثيه بيكون الموضوع صعب جدا ويقول لك انا ما باكلش، وده فعلا موجود، ولكن حاول انك كمان تشتغل على صحتك عشان نفسك قبل ما تشتغل في البنك كمان. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لا تنسوا الاشتراك في القناه، ولا تنسوا في حاله وجود اي استفسارات شرفنا الرد عليها في التعليقات او على صفحه اسمها على الفيسبوك مصطفى عطيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.